السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أتمنى أن تكونوا بخير. هذا هو أول مقطع لي باللغة العربية لتعليمكم اللغة الفرنسية. سوف نبدأ إن شاء الله، وسنرى في أول مقطع الضمائر الشخصية apprendre، تعني هذا إنه فعل ويعني تعلم. لو ال سوف نرى كل هذه الأشياء بالتفصيل إن شاء الله في المقاطع القادمة وفي الدروس المقبلة إن شاء الله. لو ال تعني ال فرنسي، فرنسي تعني فرنسي. في الحقيقة باللغة الفرنسية نقول أنا أتحدث الفرنسي، يعني أنا أتحدث اللغة الفرنسية، ويمكن أن تقول اللغة الفرنسية. هناك طريقتين لقول النفس شيء. أنا لا أجيد التحدث باللغة العربية، أنا آسف، لغتي العربية ليست بالجيدة، ولكن سأحاول مع الوقت إن شاء الله تطويرها. قلت لكم نقول نفس الشيء بطريقتين مختلفتين، فرونسي، ويمكن أن نقول أيضا اللغة الفرنسية لا لونغ فرونسيز. وسوف نرى كل هذه الأشياء إن شاء الله في الدروس المقبلة. الآن أريدكم فقط أن تركزوا على الضمائر الشخصية لي ال برونون، ضمائر بيرسونيل شخصية، الضمائر الشخصية. كل هذه الأشياء سوف أشرحها إن شاء الله بالتفصيل في الدروس المقبلة. إذن لنكمل، أنا جو أريد أن أقول شيئا، لم أقم بحلقة بخصوص الحروف، لأن في الحقيقة حروف اللغة الفرنسية مثلها مثل حروف اللغة الإنجليزية، لذلك تفاديت أن أقوم بمقطع أو بدرس خصيصا لأجل نطق الحروف. وفي الحقيقة هناك كثير كثير من المقاطع على اليوتيوب، يمكنكم البحث وإيجاد الحروف وكيف تنطق. وسوف إن شاء الله في كل دروسي سوف أريكم كل كلمة وكيف تنطق. أنا حين أتعلم أي لغة لا أتعلم الحروف كيف تنطق، أتعلم كيف تنطق الكلمة، ومع الوقت ومع كثرة الاستماع أتعلم بالتطبيق كيف تنطق كل كلمة. لا كيف نقولها باللغة العربية؟ قلت لكم يجب أن أشتغل على لغتي العربية، اعذروني إنه أول مقطع لي باللغة العربية، ولكن سوف تتحسن إن شاء الله مع الوقت. لا أضيع وقتي في تعلم الحروف وكيف تنطق، أدخل في صلب الموضوع وأتعلم الكلمات وكيف تنطق الكلمة ككل. إلا إذا كنت سأتعلم لغة جديدة كليا مثلا، وحروف جديدة كليا مثل اللغة الصينية أو اللغة اليابانية، هذا موضوع آخر. ولكن بما أن حروف اللغة الفرنسية متشابهة مع اللغة الإنجليزية، لا داعي لتعلم الحروف، أدخل في صلب الموضوع وأتعلم الكلمات، والكلمات أتعلمها داخل الجمل. وسوف نرى هذه الأشياء، طرق تعلم اللغات في فيديوهات مقبلة إن شاء الله. جو تعني أنا، تو تعني أنت، لا تقول تو، إنها تو تو أو أو تو. إذا كان عندكم مشاكل في النطق اكتبوها لي في التعليق، وسوف أقوم بدروس خصيصا من بخصوص النطق وكيف تنطق الكلمات. إذا عندكم مشاكل مثلا في نطق هذه الكلمة تو أنت، اكتبوها لي في التعليق، وسوف أقوم بدرس خصيصا من أجل نطق الكلمات التي فيها هذا الصوت، بها هذا الصوت.
يا ليلي، لغتي العربية. أتذكر أمير راغب حينما بدأ بالقيام بفيديوهات باللغة العربية، أشبهه تماما في لغتي العربية مقلقلة. يا سلام، سوف أموت من الضحك. إل هذه إي ليس إل، إنها إي. إيل هو إيل. إل هي إل. أون نحن. أون نو هذه تنطق نو. الإس إس في النهاية لا تنطق. نو تعني نحن. للناس الذين يتساءلون لماذا هناك طريقتين لقول نحن، سوف أخصص درس خصيصا لها. هي فقط واحدة تستعمل من أجل في المواقف الرسمية، والأخرى في المواقف العائلية ومع الأصدقاء. فو تعني أنتم. فو أنتم. إيل كما قلنا الإس لا تنطق. إيل هذه تنطق مثل هذه. إيل إيل تعني هم، مجموعة من الذكور أو ذكور وإناث. إيل هم. إل تعني هن. إل هن. سوف أعيد قراءة الضمائر الشخصية مرة أخرى. جو تو إيل إل أون نو فو إيل إل. هذا كل ما يتعلق بالضمائر الشخصية. أتمنى أن تكون أظن أن الحلقة ليست بالممتعة، لأن لغتي العربية تأكل العصا، أي أنها ليست بالجيدة. إن شاء الله سوف أحاول أن أحسن لغتي العربية، وسوف أحاول أن أحسن مقاطع الفيديو، ومع الوقت إن شاء الله. وأقول لكم شكرا على المشاهدة، وركزوا على الفائدة، لا تركزوا على ركزوا على المحتوى لا على الشكل. وإن شاء الله مع الوقت سوف يتحسن الشكل كذلك. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تشاو.